كذلك ينبغي أن يعلم أن الهداية على ضربين، هداية توفيق وإرشاد، وهي التي بيد الرسل، بيد الصالحين، بيد الدعاة، يهدون الناس، يدعونهم، يرشدونهم إلى الخير. وهذه لا خلاف ما بين الفرق الإسلامية عليها، كل الفرق تثبتها، لكن الخلاف في ماذا؟ في هداية التوفيق. هداية التوفيق هي التي مناط خلاف بين العلماء، ليس بين العلماء، عندما أقصد كلمة العلماء هنا بالمصطلح، المعنى أن علماء الفرق الضالة، نأتي مثلا للمعتزلة، معتزلة القدرية، المعتزلة يقولون عياذا بالله، يقولون أما إن الله يرشد ويدل ويهدي فنعم، بمعنى يبين لنا الطرائق، وهديناه النجدين، على القول بأن النجدين هما طريق الخير والشر على أحد التفسيرين، وإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق وطريق الصواب. ماذا يقول علماء السنة؟ يقولون هذه هداية إرشاد. ماذا يقول علماء المعتزلة؟ يقولون نعم هذه هداية إرشاد. الآن الفريقان متفقان. لما اتفقا أتينا في هداية التوفيق. هداية التوفيق عندما يهتدي أحد من الناس، من الذي هداه؟ أهل السنة يقولون هداه الله، وما كان له أن يهتدي لولا أن هداه الله. ومن ضل، من الذي أضله؟ أضله الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون أما أن الله يهدي فلا، وأما أن الله يضل فلا، ينفون هذه المشيئة عن الرب تبارك وتعالى. ولا ريب أن هذا من أقبح الكفر، ولا ريب أن هذا من أقبح الكفر، من أقبح الكفر، وأفسد القول. زعموا أن الله عز وجل لا يهدي ولا يضل، إنما يرشد، فيسمي من اهتدى مهديا ويسمي من ضل ضالا. أما أنه جل وعلا هو نفسه يهدي ويضل، فهؤلاء المعتزلة قدرية النفاة نفوا ذلك عن الله عز وجل. ماذا يقابلهم أستاذ وائل؟ يقابلهم فرقة أخرى تسمى الجبرية. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، لا يملك من المشيئة شيء. ما أثبته الله في قوله جل شأنه لمن شاء منكم أن يستقيم نفوه بالكلية، ونفوا أن يكون للعبد مشيئة على أي وجه كان. فهاتان فرقتان متنازعتان متضادتان مختلفتان، وغالبا كما ترى في كثير من الأعصر والأحوال، أي قول يبلغ الطرف المعين في توجه ما إلا وينشأ قول على الوجه الآخر. حتى الأحوال، حتى التلبس بالأمور، يقع هذا في المسلمين جميعا. فإذا ظهر من يأتي يتقمص الإلحاد، تأتي من يتقمص التطرف على الوجه الأكمل. والأمر هنا المصدية تكون مطلوبة، وهنا تكون وسطية مطلوبة على نور من الله ونور من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقائق تقرب الأمر للناس.